الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود لضمان إنجاح كأس الأمم الإفريقية تنظيميا وجماهيريا. القاهرة تستضيف اليوم لقاء للقوى الوطنية الليبية لدعم جهود الجيش في محاربة الإرهاب. نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان يحذر من مؤامرات تحاك ضد البلاد. موجز أنباء الخامسة صباحا يأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بحضراتكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتطوير المرافق الرياضية والاستعدادات المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية. وخلال جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة، وجه السيسي بمواصلة الجهود لضمان نجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا وبما يعكس الوجهة الحضارية المشرفة لمصر. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة والتي شملت كافة مكوناته فضلا عن الخدمات والطرق المحيطة به. تستضيف القاهرة اليوم لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والميليشيات. كما يأتي لقاء القاهرة للتأكيد على دور القوى الوطنية في الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى الإرهاب على طرابلس واستعادة استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها وسيادتها. قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حمدتي إن هناك حملة تستهدف تشويه صورة قوات الدعم السريع على حد تعبيره، وحذر من الكثير من المؤامرات التي تحاك ضد السودان. من جهتها قالت قوى الحرية والتغيير إن الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي نفت القوى وجود أي خلافات بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية ومن بينها المجلس التشريعي. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن هناك احتمالا لإرجاء الكشف عن خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض مرة جديدة حتى مطلع نوفمبر. أضاف جرينبلات في مقابلة صحفية أن الوضع حاليا بات غير ملائم لطرح خطة السلام، لا سيما في ظل عدم تشكيل حكومة إسرائيلية. أضاف أن التطورات على الأرض دفعت واشنطن إلى إعادة التفكير في إمكانية عرض رؤيتها حاليا حسب ما قال. أظهر استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز تصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن للسباق الرئاسي في نوايا التصويت. أعطى استطلاع الشبكة الأفضلية على ترامب ب 49% مقابل 39 من الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني. يسود اعتقاد في أوساط الناخبين الديمقراطيين بأن بايدن سيكون الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل عام 2020. استطاع مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو تفنيد مزاعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم حول رفض المعارضة إعادة فرز الأصوات، وذلك في المناظرة التي أجريت بينهما قبل إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول. قال أوغلو في المناظرة إن المعارضة راقبت عن كثب عمليات إعادة الفرز التي جاءت مطابقة للنتائج الرسمية الأولى والتي تم رفضها. شدد أوغلو على أن المعارضة في تركيا تخوض حاليا في اسطنبول معركة من أجل الديمقراطية وإعادة الحق لمن فاز بأصوات الجماهير. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر extranews.tv. إلى اللقاء بإذن الله.